الأول فاكرين لما احنا قلنا عايزين نشغل المخ بتاعنا كده، عايزين نشغل العضلة دي صح؟ ده العصب بره أثناء الريسك بره عليه اتنين، وجوه ثاني. يعني المخ بتاعنا بيدي ايه؟ بيدي ستيمولس صح؟ ريشن ولا سب ريشن؟ كان بيحصل في الحتة دي ايه؟ الإشارة كان عكس ولا لأ؟ وبعد كده الخطوة الثالثة الموجة بيروح على السالب، الموجة بيروح على السالب ولا لأ؟ الموجة لما يروح على السالب يخلي ايه؟ موجة. لما الموجة بيتسحب بيظهر مين؟ سالب ولا لأ؟ فاتنين من نقطة لنقطة لحد ما وصل فين؟ أوصل العضلة ولا لأ؟ طب التغيرات دي حصلت في ريستنج من البريمو دي سميت ايه التغيرات دي؟ اكشن بوتنشال. التغيرات دي سميتها ايه؟ اكشن بوتنشال. طب الديفينيشن بتاعها ايه؟ كان تغير دائم ولا تغير مؤقت في ريستنج من البريمو بوتنشال؟ ده ناس رد معايا، تغير دائم ولا تغير مؤقت؟ وسميناها ترانزيت ايه؟ ريستنج لما تدي ثريشولد ولا سب ثريشولد؟ يبقى يعني ايه اكشن بوتنشال؟ ها ترانزيت ايه؟ ترانزيت ايه؟ تشينج فين؟ ريستنج تشينج وتو ايه؟ ابلكيشن ايه الهدف من اكشن بوتنشال؟ الان الاشتراك ما بين الاعصاب والعضلات ولا لا؟ او الجلد والمخ ولا لا؟ الاكشن بوتنشال ده الطريقه اللي بوصل بيها الاوامر او المعلومات ولا لا؟ التغيرات دي كانت مؤقته ولا دائمه؟ ها؟ مؤقته ولا دائمه؟ رد عليه مؤقته. يبقى الديفينيشن بتاعنا اسمه ايه؟ ترانزيانت ها؟ تشينج ها؟ ريستنج ميمبرين بوتنشال بتو ابلكيشن اوف ريستنج. حد دلوقتي النقطه دي مش فاهمها؟ ها؟ حد مش فاهمها؟ هي مشكله؟ تمام. طيب. بعض الاسئله من النهارده في الحصه دي، عايز اسال حاجه يوقفني فيها. انا واقف عند سالب كام؟ تمام. قلنا احنا هنجيب عشان ندرس الاكشن بوتنشال، هندرس الاكشن بوتنشال اللي انا بعمله ده داخل الجسم ولا خارج الجسم؟ خارج الجسم. يعني هجيب عصب احطه عندي في المعمل واديله ستيمولس، اديله ايه؟ ستيمولس، واشوف العصب ده هيعمل ايه؟ واصله؟ يبقى العصب الاول واقف عند كام؟ سالب 90. بيحصل فيه هزه كده سميتها ايه دي؟ ستيمولس ها؟ ارتي فاتي. بس كده الاستيمولس ارتي فاتي دي سميتها دلوقتي خالص. بعد كده حاجه اسمها ليت انت بيلي برضه سيبك منها. هو العصب اثناء الريست بره ايه وجوه ايه؟ بره موجب وجوه سالب. مين واقف بره؟ مين جوه؟ وادي الجردين. هنشتغل بقنوات اسمها ايه؟ ليكج المره دي ولا فولتج جديد؟ تمام. الحاله دي لما سميتها ار ام بي ده اسم تاني يا جماعه؟ بولارايز. حد يعرف يعني ايه بولارايز؟ يعني اسم الطبق. يعني بره قطب موجب وجوه قطب سالب. يعني انت لو حبيت تشوف الموجب تشوفه على الاوتر والسالب تشوفه على الانر. حتى الان في اي مشاكل؟ طيب تدي ستيمولس، يعني ستيمولس ثريشولد ولا سب ثريشولد؟ ثريشولد. ايه اللي يحصل بقى؟ انهي قنوات اللي تفتح الاول؟ الصوديوم ولا البوتاسيوم؟ لان الصوديوم ماله؟ سريع ولا بطيء؟ سريع. طب لما الصوديوم يتفتح الصوديوم يتحرك من فين لفين؟ ها؟ فهات الصوديوم يتفتح. الصوديوم يتحرك من فين لفين؟ يبقى كمية الموجب هتبدأ تزيد بره ولا لا؟ هو الصوديوم لما يدخل يسيب مكانه سالب ولا موجب؟ مش هو الصوديوم ده موجب؟ يسيب مكانه ايه؟ سالب بره. يعني الخلية هتبقى شكلها كده. زاد الموجب جوه ولا لا؟ ظهر مين بره؟ السالب والباقي صح كده؟ تمام. يعني أنا دلوقتي في استقطاب ولا هزمت الاستقطاب؟ هزمت الاستقطاب.
العمليه اسمها ايه؟ دي يعني ايه ديبولاريزيشن؟ ازاله الاستقطاب. ازاله الاستقطاب دي يعني ايه؟ اطلع لفوق ولا انزل لتحت؟ هو فرق الجهد بيقل ولا بيزيد؟ ها؟ ايه؟ ها؟ القيمه بتاعت فرق الجهد مالكش دعوه بالسالب والموجب خالص. يعني انا كنت الاول في الريست جوه يقل عن بره قد ايه؟ طب لما يزيد الموجب جوه يبقى جوه هيقل عن بره الرقم اقل ولا اكتر من 90؟ اقل. فهمتوا؟ سيبك بقى من الاشاره اللي هو سالب 90 لا خليك انت كانك بتقول جوه بيقل عن بره. يبقى الفرق في الجهد بيقل ولا بيزيد؟ بيقل. يعني اطلع لفوق ولا انزل لتحت؟ تمام. يبقى هنا سالب 80، هنا سالب 70، هنا سالب 65. احنا عندنا كام صوديوم اتشال موجوده في السيل ممبرين؟ كتير ولا قليله؟ كتيره جدا. هل كلها بتفتح مره واحده؟ يعني الكهرباء اللي انا بديها بتكون كافيه ان هي تفتح الصوديوم اتشال كلها ولا بتفتح جزء منها؟ تقعد تقلل الريستنج ممبرين بوتنشال لحد ما توصل لسالب كام؟ واسمي المرحله دي اسمها ايه؟ فايرنج ليفل. يعني فايرنج ليفل؟ المرحله اللي عندها كل الصوديوم اتشال تفتح اوتوماتيك ولا لا؟ حد ممكن يوقفها؟ حد يقدر يوقفها؟ طيب لو وقفت الاستيمولس هل هي هتكمل لوحدها ولا هتقف؟ هتكمل لوحدها. اذا الصوديوم مستمر في الدخول بطلع لفوق ولا انزل لتحت؟ لفوق. سالب 40، سالب 30، بعد كده زيرو. ده موجب 10، موجب 20، موجب كام؟ 35. يعني ايه اللي حصل بقى يا باشا؟ ده الصوديوم ده انه يدخل لحد ما هنا مين بره؟ بره كله سالب وجوه؟ مين اللي جوه الخليه كده؟ الصوديوم مع مين؟ مع البوتاسيوم ولا لا؟ لحد ما وصلت الموجب كام؟ 35. دي اعلى حاجه اوصل لها ولا لا؟ موجب كام؟ 35. اعلى حاجه دي اسمها ايه؟ اوفر شوت. يعني اوفر شوت؟ اوفر شوت يعني ايه؟ اعلى حاجه وصلت لها، اعلى قيمه. تمام كده؟ طيب الجزء ده كده بره بقى سالب وجوه موجب، ممكن اسميه ريفرسال اوف بولاريتي ولا لا؟ يبقى انا بدايتي كنت واقف عند السالب 90. ايه اللي حصل لي؟ بدا الصوديوم يدخل تدريجيا، بتحصل عمليه اسمها ايه؟ دي بولاريزيشن. الصوديوم بيدخل جراديولي ولا صادم؟ جراديولي. طب وبعدين اوصل لحد كام؟ سالب 65. اسمه ايه يا جماعه سالب 65 ده؟ فايرنج ليفل. ممتاز. عند الفايرنج ليفل اول صوديوم اتشال ار اوبن ولا اول صوديوم اتشال ار كلوز؟ هل حد يعرف يوقفها؟ طيب ده ان الصوديوم يستمر في الدخول لحد ما يحصل ان القطب اللي بره يبقى ايه؟ سالب واللي جوه يبقى والخاصيه دي سميتها ايه؟ الفيرزال اوف. وصلت الموجب كام؟ 35. دي اسمها اوفر شوت ولا لا؟ يبقى الاسندنج لين بيتكون من كام مرحله؟ ثلاثه. يومه الديبولاريزيشن والفارنج ليفل، بعد كده ايه؟ ريفرسال اوف بولاريتي، واخر حاجه اللي هي مين؟ اوفر شوت. ده اسمه اسندنج ولا ديسندنج لين؟ في مكان هنا يا بنات، في مكانين هنا قدام. اسندنج ولا ديسندنج لين؟ اسندنج لين. طيب ايه سبب الاسندنج لين؟ دخول مين؟ الصوديوم. الصوديوم، دخول الصوديوم اسمها ايه؟ صوديوم انفلاكس ولا اوت فلاكس؟ انفلاكس. حد ما فهمش الكلام دوت؟ مرحلة ولا نقطة مرحلة؟ من الزيرو لحد الموجب 35. أول ما تدخل كلها معاك. كلها هتبدأ. اسمها ريفرسال اوف بولاريتي. لا بس كده مفيش استقطاب. ايه؟ لا بس السلم برين شويه موجب وشويه سالب. لا كلمه استقطاب زي حضراتكم كده كلكم في قطب واحد. زي هم كده كلهم في قطب واحد. ده كلمه استقطاب. تمام؟ لكن لو حصل ان انا لقيت هنا في مين ومين وما ده مش استقطاب يبقى كل الناس متساويه. لكن كده كلمه استقطاب بره له موجب بس وجوه في سالب بس. فهمت القصه؟ زي اخوان وعصر صح؟ هل في حد في النص؟ زي انا كده مش فارقه معايا ده ولا ده؟ انا غير مستقطب لا ده ولا ده.
يبقى كلمة استقطاب يعني انتزاب للحاجة. ها بس انا عايز اسال سؤال، ايه المشكلة في الكلمتين وقت اللي احنا قلناهم دول؟ صعبين؟ طب انا فاتح باب الاسئلة، اسال اي سؤال يخطر على بالك. مش عارف في الدرس، مش عارف الدرس ازاي مثلا. انا لو ضغطت كده بيحصل فيه ان احنا بنبدا اصلا البدايه كلها بتبدا تغير في التشارج. ازاي انا لو ضغطت كده بس تمام؟ ازاي الصوديوم والبوتاسيوم ما بيشتغلش؟ ازاي ايه اللي حاجه تخلي الجلد يعني ينقل الاحساس دوت لحد ما يمشي؟ ازاي اتحولت من ماشي ماشي دي بره الموضوع ده، هقول لك حاضر بس دي بره الموضوع خالص. انا اختلف سنه كل واحدة الأرقام دي يعني هي القنوات دي بتفتح وبتقفل بيه، اسمها فولتج جيت شانلز، تبقى تفتح وتقفل بليه بتشينج في الممبرين بوتنشال ولا لا. بجد القنوات عندها كلها بتاعت 65 كلها بتفتح، لكن اشمعنى الرقم ده؟ لا ده مش معروف اشمعنى الرقم بالظبط، لكن انا اقول لك ان عند ارقام معينه بتفتح تدريجيا كلها بتفتح مره واحده وهكذا. سالب 90 ميديوم سايز يعني هنغير الارقام يبقى سالب 70. هيبقى سالب 55 ساعتها. لا مش ثابت في كل الفارنج ليفل، مش ثابت الا في كل الارقام، كل عصب وكل ريستنج ميمبرين بوتنشال له ايه؟ تمام؟ ايه تاني؟ الفارنج ليفل دي هي ثريشولد؟ هي الفارنج ليفل بوصل لها لما بدي ثريشولد. يعني الفتره اللي هي بين الثريشولد والار ام بي دي كده، قصدي الفتره اللي بين الفاير فاينج ليفل دي كده محتاج الضوء اسمها ايه؟ بحر في نفس الدلع كده بقى ايه سكه الدلع اللي هو ايه مش عايز اذاكر فبقول انا مش فاهم. ماشي مش هو بيعمل ديبولايزيشن على جزء من السيكوبيل، بيرجع ازاي بعد ديبولايزيشن تاني؟ بيرجع الديبولايزيشن تاني ازاي؟ بيرجع ازاي السيكوبيل؟ ماشي لسه هنكمل تكمله استقطاب، لسه هنكمل. طيب احنا بقى يا جماعه كان الموضوع كله ايه؟ موضوع دلع وخوف مش اكتر. اصل هو انا الكلام المره فاتت الشانل يعني هو بره وهو جوه ولا فيها حاجه، الكلمتين عبط يعني. ما تقعدش بقى انت ايه تقفل دماغك. يعني الموضوع لو انتوا مش مذاكرين حاجه وفي حاجه ثانيه فرق ما بين احنا مش فاهمينه. انا بقول اهو انا ما شرحتش دلوقتي الا الاسيندنج ليفل. ها ديبولاريزيشن فايرنج ليفل ريفرسال اوف بولاريتي. حد ثلاث حاجات اظن انتوا عرفتوا ليه سميتهم ديبولاريزيشن. ليه سميتها لا ديبولاريزيشن؟ عشان الاستقطاب شيلته ولا لسه موجود؟ شيلته. طب ليه سميتها ريفرسال اوف بولاريتي؟ لان بره بقى سالب وجوه بقى موجب. تمام؟ ليه سميته فايرنج ليفل؟ المستوى دوت عنده كل الصوديوم تشانل بتفتح ولا لا؟ تمام. لا ده في ال سيبك سيبك من دي دلوقتي خالص دلوقتي. بتكلم خليه بس في الاكشن بوتنشال، بتكلم في حاجه ثانيه بس. لا بس هم مع نفس الحته. حته ايه؟ ايوه ماشي انا بتكلم على الاكشن بوتنشال، ابتديت شغل النهارده في الاكشن بوتنشال. طيب تعال شوف الماجنتيود، يعني ايه ماجنتيود؟ من كام لكام الاول؟ ها؟ من سالب 90 لحد الزيرو كام كده؟ 90 مللي فولت ولا لا؟ ومن سالب من الزيرو لحد الموجب 35 اجمع الاثنين على بعض. صح ولا لا؟ الماجنتيود ده يقاس بالملي سكند ولا بالملي فولت؟ جات سؤال قبل كده والناس غلطت فيها اختارتها بالملي سكند. ده اسمه ماجنتيود، يعني ماجنتيود ملي فولت. ايه كام؟ محتاج ستريشورد قد ايه عشان اوصل محتاج طاقه قد ايه عشان اوصل للفايرنج ليفل؟ 25 ملي فولت ولا لا؟ يعني انت لو بره في المعمل وقاعد عايز تعمل اكشن بوتنشال على عصب تخين تدي له كام ملي فولت عشان يوصل للفايرنج ليفل؟ 25 ملي فولت. حد دلوقتي حد فيه مشكله؟
تمام. وصلنا لموليوم 35. مين القناة اللي هتقفل؟ عادي الصبرا ستريشولد هي دي نفس السيريشولد. كام؟ تعالى بقى نبتدي. وصلنا لحد الموجب 35. ايه اللي بيحصل يا شوكي؟ اكيد هتقول ان الصوديوم اتشال مالها؟ قفلت ولا فتحة؟ مين اللي يفتح بقى؟ البوتاسيوم، صح كده؟ في البحر الناس من الناس دي هتبدا عملية ايه؟ تدريب بودرايزيشن. يلا يا جماعة بقى بس اسمعي. عملية الريب ايه يعني؟ عادة ايه؟ ايه اللي بيحصل بقى؟ ها؟ ها؟ قولوا معايا بره فيه؟ جوه فيه؟ مين اللي واقف جوه الخلايا دي؟ واس وتاس. الصوديوم اتشال مفتوحة ولا مقفولة؟ مقفولة. مين اللي تفتح؟ بوتاسيوم. يعمل ايه بقى؟ يطلع لبره ولا لا؟ يبقى السلم الممبرين لما تيجي ترسمه بره هتلاقيه رجع ايه؟ صح كده؟ وانزل لتحت ولا اطلع لفوق؟ بس الريبولايزيشن دي مش بتتم في مرحلة واحدة. دي بتتم يا جماعة في 3 ستيب. كام ستيب؟ 3. سريعة. رابد. وبعدين بطيئة. وبعدين بتتلاشى. بص لو فرضا كمثال بالعربي الاوضه ديت تمام بعد ما خلصنا الحصه مواعيد يا شباب مش حاسس تعالى تمسك قدامهم تعالى يا حبيبي المواعيد الساعه 8 الساعه 8 10 كمان لو احنا افترضنا ان احنا فتحنا الباب بتاع الاوضه دوت والحصه خلصت بعد ما ترجمنا وبعد ما عملنا اللي علينا مش كلكم الاول بتطلعوا مندفعين مره واحده ولا لا؟ لان تركيزكم هنا عالي وبره مفيش حد ولا لا؟ فكلكم بتطلعوا مندفعين ولا لا؟ يعني البوتاسيوم التشانلز دي لما افتحها البوتاسيوم هيتحرك بسرعه ولا ببطء؟ ليه بسرعه؟ عشان تركيزه جوه عالي وغير كده وكده مين اللي معاه؟ الصوديوم. موجب مع موجب بيحصل تنافر ولا لا؟ وانت فاتح قنوات الصوديوم ولا قنوات البوتاسيوم؟ يبقى مين اللي ينطرد؟ يبقى تاني اشمعنى البوتاسيوم اللي بيطلع عشان البوتاسيوم قنواته اللي هي المفتوحه الجيتد ولا الليكج؟ الجيتد مش هنعمل مين في الاكشن بوتنشال؟ الجيتد. وما الليكج ليها لازمه؟ ده اثناء الريست فقط. يبقى مين هيطلع دلوقتي؟ البوتاسيوم 70% منه ماشي؟ بيطلع بسرعه كم في المية؟ 70. يبقى هل الريستنج ممبرين بوتنشال كله بيرجع في نفس الوقت ولا بيرجع على مراحل؟ مراحل. المرحله الاوليه قد ايه؟ 70% والباقي؟ ها السالب كام في المية كده؟ 30%. طب ليه سرعه البوتاسيوم قلت بعد 70%؟ تركيز تركيز ليه؟ عشان فرق التركيز قل ولا زاد؟ ما طلعت بقى الصوت البوتاسيوم كله مراحل. المواعيد يا جماعه المواعيد. يبقى اول مرحله في الريبولاريزيشن اسمها رابيد ري بولاريزيشن. بس تعيد كام في الميه من ريستنج ممبرين بوتنشال؟ 70. اتبقى لي كام؟ ال 30% دول تمام؟ ال 30% دول رابيد ولا سلو بقى المره دي؟ طب حد يعرف يقول لي ان انا بطلت؟ حد يعرف ليه بطلت؟ اكيد يا دكتور كسر الفرق في التركيز في البوتاسيوم قل ولا زاد؟ قل. صح ولا انا غلطان؟ يبقى ليه انا بطلت يا جماعه؟ عشان الفرق في التركيز قل ولا زاد؟ قل. فالبوتاسيوم بيطلع بالراحه فالسرعه بتاعتنا بتقل ولا بتزيد؟ السرعه بتاعتنا بتقل تمام. طب اسمي المرحله دي ايه؟ سميت ال 70% سميتها ايه؟ رابد ولا لا؟ طب دي اسميها ايه بقى؟ كده يعني اسميها ايه؟ ممكن الناس تقول لك اسميها سلو صح؟
بس هي لها اسمين تانيين اسمها افتر ديبولاريزيشن او اسمها نيجاتيف افتر بوتنشال. اسمها ايه؟ ده كم اسم كده؟ مين؟ طيب فرضا حد من البنات ربنا يكرمها اسمها بعض واتجوزت وخلفت ولد تمام؟ فهي ليها يعني ايه حد يعني دايما فتاني بالخير وقت هنسمي بقى نسميه هسميه اسامه مثلا ما يعني عدوها يعني مش مشكله هيسموه اسامه. فاحنا حد يقابلها دلوقتي سميت ابنك ايه؟ تقول له ايه؟ ماي سان از كولد اسامه افطر دكتور اسامه ولا لا؟ يعني كلمه افطر مش بعد بقى لا سميه على اسم مين؟ سميه على اسم مين؟ اسامه ولا لا؟ يعني انا احب اقول انا عندي طفل اسمه حسن فاقول ايه؟ ماي سان حسن از كولد حسن افطر دكتور حسن. يبقى انا لما باجي اقول بالانجليزي لما اسمي حاجه على حاجه بسميها ايه؟ افطر صح ولا انا غلطان؟ الانجليزي ده يا كرسي مش عارفين كده؟ عارفين انا بسمي الحاجه على ايه؟ على اسمها على افطر يعني. طيب نسال سؤال صغير هو ما حدش يقول الكلام ده في المحاضرات بس جاش المره دي احفظ الاسم التاني وخلاص نعرفها بقى. حد يبص لي كده على الرسم على 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 السلم برين دلوقتي ها في حاله سلو ريبولاريزيشن بره في بقى في كام في المية من الريستنج في السلم برين رجع للريستنج كام في المية؟ 70% لسه في حته ولا لا؟ هي الحته دي بسميها ايه؟ كده لما تيجي تشوفها لا الحته الصغيره دي سميها ايه؟ ديبولاريزيشن. يبقى الحته يبقى السلم برين في الحاله دي ها سميته افتر ديبولاريزيشن ولا لا؟ يعني سميه على اسم الديبولاريزيشن اللي احنا متعودين عليها ولا لا؟ يبقى ليه سميتها افتر ديبولاريزيشن؟ هي ديبولاريزيشن ولا شبه الديبولاريزيشن؟ فسميتها افتر ايه؟ ديبولاريزيشن. يبقى الفتره اللي هي السلو اللي هي 30% ايه اللي حصل فيها؟ هل كل البوتاسيوم طلع مره واحده يعادل يرجع السلم برين للريست ولا جزء منه؟ فاضل لي كام في الميه؟ 30. ال 30% دي لما جيت بصيت عليهم لقيتهم شبه الديبولاريزيشن ولا لا؟ فهسميهم افتر ديبولاريزيشن ولا لا؟ يعني سميه على اسم الديبولاريزيشن زي ما قلنا اسامه اسكولد اسامه افتر اسكولد اسامه افتر دكتور اسامه بس ده واحد وده واحد تاني ولا لا؟ هي دي ديبولاريزيشن زي اللي في دماغنا هي شبهها فقط فتسميه ليس اكتر. طب يا دكتور طب ليه سميتها الاسم التاني نيجاتيف افتر بوتنشال صح؟ حد يعرف هاي فكر؟ سميتها ليه الافتر بوتنشال؟ لو رسمت الريستنج من برين بوتنشال بره ايه؟ بره موجب وجوه سالب مش ده الار ام بي؟ واحنا دايما يا جماعه لما كنا بنقول الار ام بي ريستنج من برين بوتنشال الامريكان بيحبوا الكلمه الطويله دي ولا بيسموه بوتنشال؟ يبقى الفتره دي شبه البوتنشال ولا مش شبهها؟ شبهها بس فيها سالب من بره ولا لا؟ ما هي شبهها هي شبهها بس فيها سالب زياده من بره ولا لا؟ فمش هينفع اقول افتر بوتنشال لا حطيت كلمه ايه؟ نيجاتيف افتر بوتنشال. كلمه نيجاتيف دي عايده على مين؟ عايده على شويه الاشارات النيجاتيف اللي موجوده على السلم برين اللي لسه ما رجعتش كومبليت لمرحله الريسك ولا لا؟ يبقى ليه انا سميتها افتر ديبولاريزيشن؟ هل هي ديبولاريزيشن ولا شبه الديبولاريزيشن؟ طب ليه سميتها نيجاتيف افتر بوتنشال؟ هل هي شبه الريستنج من برين بوتنشال ولا لسه في شويه نيجاتيف؟ لسه في يعني لما نقول اسامه اسكولد اسامه افتر دكتور اسامه الواد الصغير ابنك هتسميه دكتور اسامه ولا بتسميه اسامه بس؟ يعني فاهمين في حته نيجاتيف زياده هي دي اللي حطيتها في التسميه فسميتها نيجاتيف افتر بوتنشال بس دي تسميات مش اكتر. بص انا لو منك مش عايز تشغل نفسك بالانجليزي وجع الدماغ ده ها الريبولاريزيشن كام مرحله لحد دلوقتي؟ مرحلتين ايه هم؟ رابد وسلو. الرابد كام في المية؟ 70%. ايه سببه؟ قفلت مين؟ الصوديوم. فتحت مين؟ البوتاسيوم. صح ولا لا؟ طيب السلو اسمها ايه تاني؟ افتر دي او نيجاتيف افتر بوتنشال. البوتاسيوم طالع بالراحه ولا بسرعه؟ بالراحه بيتلكع طالع بطيء ليه؟ لان الكونسنتريشن بتاعه قل ولا زاد؟ قل. طيب هل البوتاسيوم اتشلل لما وصلنا للسنه 90
كنت انت عايز تقفلها ولا تخليها مفتوحه؟ ها مش المفروض خلاص احنا رجعنا السالب 90 بره الموجب اللي هو سالب بره بوتاسيوم وجوه مين؟ صوديوم. بس البوتاسيوم اتشال زي ما اتفقنا المره اللي فاتت، بطيئه في ايه وبطيئه في ايه؟ بطيئه في الفتح وبطيئه في القفل، يعني بتفتح ببطء وتقفل ببطء. هل في بوتاسيوم هيستمر في الخروج ولا لا؟ هتلاقي بوتاسيوم عمال يطلع لبره. طب لما قطب يزيد عن قطب تاني بسميها ايه؟ هايبر بولاريزيشن ولا لا؟ ايه سبب بقى الهايبر بولاريزيشن؟ ولو فاكرين لما رسمنا الكيرف احنا هننزل لتحت ولا نطلع لفوق شويه؟ لو وصلنا عند سالب 90 صح؟ هننزل تحت سالب 91 او سالب 92 ليه؟ حد يعرف يقول لي؟ عشان ايه يا جماعه ليه نزلنا تحت؟ عشان بره في موجب كتير ولا لا؟ يعني الفرق في الجهد زاد ولا لا؟ طيب سميتها ليه هايبر بولاريزيشن؟ عشان في بره موجب كتير ولا لا؟ حد يعرف يقول لي سبب الهايبر بولاريزيشن؟ استمرار ايه؟ استمرار خروج البوتاسيوم ولا لا؟ وصلت؟ طيب هتلاقي الكتاب مسميها لك اسم تاني. سماها بوزيتيف افتر بوتنشال. حد يقولها كده؟ ليه سميتها بوزيتيف افتر بوتنشال؟ هي فيها موجب اكتر من اللازم على ريستنج ممبرين بوتنشال ولا لا؟ فسميتها بوزيتيف يعني بزياده عن الريستنج ممبرين بوتنشال ولا لا؟ تمام. مين بقى رجعني تاني للريستنج ممبرين بوتنشال سالب 90 ويدخل البوتاسيوم ويطلع الصوديوم؟ صوديوم بوتاسيوم اه. يبقى الريبولاريزيشن مرحله واحده ولا ثلاث مراحل؟ ايه هم؟ ها؟ رابيد ريبولاريزيشن ايه سببها؟ انا مش سامع لا قولوها معايا. رابيد ريبولاريزيشن ايه سببها؟ قفلت الصوديوم وفتحت البوتاسيوم. طب ليه السرعه قلت؟ عشان تركيز البوتاسيوم ماله؟ وسميتها يا دكتوره نيجاتيف افتر بوتنشال او افتر دي بولاريزيشن. طب لو وصلت للسالب 90 ليه ما وقفتش؟ عشان البوتاسيوم مستمر في الخروج ولا لا؟ وسميتها ايه يا بنات؟ هايبر بولاريزيشن او بوزيتيف افتر بوتنشال. مين رجعني للريست تماما؟ الصوديوم بوتاسيوم بار. اكتب بقى اللي بيرجعني للريست مش مكتوب في المذكره ولا في اللي هيرجعني تاني للريست ها هو مين؟ اللي هيرجعني تاني للريست ويطلع الصوديوم ويدخل البوتاسيوم هو الصوديوم والبوتاسيوم بار. ركزوا معايا. المرحلة لما نزلنا لتحت تاني من بعد موجة 35 ونزلنا سميتها ريبولاريزيشن. يعني ايه ريبولاريزيشن؟ ان بره بقى قطب الهيم وجوه القطب الهيم. بس هات ناس زي الريست؟ لا ليه؟ لان بره في بوتاسيوم وجوه في كان احنا دلوقتي لو دينتوا مرحلة الريست قطب اللي هو الميل وادي قطب الفيميل لخبطنا الدنيا وقومنا ايه؟ جبنا الفيميل هنا والميل هنا. في استقطاب لسه ولا مفيش استقطاب؟ في بس مش نفس الحاله الاوليه ولا لا؟ ما احنا اتفقنا بعد ما نخلص الريبولاريزيشن زي ما قلت لك المعلومه اللي احنا ايه؟ مين هترجعها لنا للريست؟ الصوديوم والبوتاسيوم بار. بس يعني كانت ممكن يعني هي الدكتوره بتقول ايه؟ ما بدل ما نسميها ريبولاريزيشن ونسميها ايه طيب؟ ايه رايك؟ ده اسم تاني؟ اتوقع نسميها بدل مش احنا قلنا المرحله دي كلها سميها ريبولاريزيشن. طيب تحب تسميها ايه يعني لو مش ريبولاريزيشن؟
لا افتر ريستنج يعني شبه ريستنج يعني من بريم بوتنشال يعني احنا مش عايزين نعقدها قوي نحط مسميات بس انت فاهمها ان هي مش بالظبط ايه مش الريست اللي هو بقى الصوديوم جوه بوتاسيوم تعالى بقى اخر حاجه نحط والله كده والله تكشف بوتنشال فورس انا مش عارف عادي نفس الجمله على فكره عارفين المشكله في ايه ان احنا ان انتوا خدتوا انطباع عن قبله ان هو صعب فانت لما تدخل صعب 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 صعب, صعب. مش هفهم هي دي مشكله لا زي الحقنه الحقنه بتقفل صح انا مش هاخد حقن يا ابني الحقنه بتخفف من شويه حقن هي بتوجع ما هي الحقنه ما بتوجعش ولا حاجه هي زي شكه الابره هي عايزه تسرع حاجه بص بقى زي من هنا ولا من فين؟ تعالى نكمل الموضوع هنحط الزمن زمن يا دكتور زمن يا دكتور يا ناقصه بص يا سيدي بص يا سيدي بس هزودها دي في المذكره هزودها في المذكره من اول الفايرنج ليفل ها لحد مرحله الرابيد ريجولايزيشن ثم بياخدوا 2 مللي سكند كم مللي سكند؟ 2 يبقى من مرحله الفايرنج ليفل انا بقول لك كده من مرحله الفايرنج ليفل لحد الرابيد ريجولايزيشن كم مللي سكند؟ 2 مللي سكند مرحلة السلو ريبولاريزيشن تاخد 4 مللي سكند مرحلة الهايبر بولاريزيشن من 35 ل 40 مللي سكند دي مكتوب لو بقى من الفايرنج ليفل لحد الرابيد ريبولاريزيشن تاخد كم مللي سكند 2 مللي سكند مرحلة السلو ريبولاريزيشن او الافتر ريبولاريزيشن او النيجاتيف افتر بوتنشال تاخد قد ايه بتاخد قد ايه؟ بتاخد 4 مللي سكند. مرحله الهايبر بولاريزيشن مكتوب عندي. لا من اول الفايرنج ليفل. وقع فين؟ ما احنا قلنا اهو من اول الفايرنج ليفل لحد الرابيد ريبولاريزيشن كله. يعني الفايرنج ليفل والريبولاريزيشن الرابيد كل دول مات بياخدوا بعض كام مللي سكند؟ 2 مللي سكند. اللي هو من هنا هنا يعني اهو بص كل ده كل ده كده 2 مللي سكند طيب والسلوب لحد اخر الريبولاريزيشن الرابيد ليه محسن ايه يا جماعه من بدايه الفايرنج ليفل انا بحسب الفايرنج ليفل في الزمن يبقى من الفايرنج ليفل بعد كده حد الاوفر شوت وبعد كده لحد نهايه الرابيد ريبولاريزيشن باخد وقت زمن قد ايه؟ 2 مللي سكند يبقى من بدايه الفايرنج ليفل لحد ما يحصل اوفر شوت وبعد كده الرابيد ريبولاريزيشن كله ينتهي 2 مللي سكند دكتور الحاجات اللي ورا دي مالكش دعوه بيها اللي هو قبل الفايرنج ليفل ايه صعبه فيه طيب؟ طب ايه 25 و4؟ 25 و4 ما لسه هنكمل طيب مرحله السلو ريبولاريزيشن او اللي هي اسمها نيجاتيف افتر بوتنشال او افتر دي بولاريزيشن بتاخد 4 مللي سكند كام مللي سكند 4 الحته دي بتاخد 4 طيب مرحله الهايبر بولاريزيشن بتاخد قد ايه 35 ل 40 مللي سكند نعم يبقى مرحله الافتر دي بولاريزيشن او النيجاتيف افتر بوتنشال بتاخد 4 مللي سكند الهايبر بولاريزيشن من 35 الى 40 دي مكتوبه الناس بقى اللي كانت جايه متاخره الدي بولاريزيشن يا فاضل بيحصل في كام مرحله؟ ثلاثه وايه سبب الدي بولاريزيشن يا جماعه؟ كانت قفلت الصوديوم تشانل ولا فتحت الصوديوم تشانل؟ قفلت الصوديوم تشانل وفتحت مين؟ البوتاسيوم
البوتاسيوم الاول بيطلع بسرعه من جوه لبره، بيطلع من فين لفين؟ من جوه لبره. يعمل لي مرحله اسمها ري. 70% من السيل ميمبرين بيحصل له ريبولاريزيشن بسرعه. ليه؟ لان تركيز البوتاسيوم جوه الخليه كتير وبره الخليه قليل. وانا فتحت له اني برايت البوت جديد البوتاسيوم اتشال، وصلت لحد 70%. سرعه خروج البوتاسيوم بتقل ولا بتزيد؟ بتقل، تمام كده، لحد ما اوصل للسالب ايه 90. المرحله الاستودي سميتها ايه؟ افتر ديبولاريزيشن، او سميتها نيجاتيف افتر بوتنشال. ليه سميتها افتر ديبولاريزيشن؟ لان لما شفتها كان السيل ميمبرين كله ديبولاريزد ولا لسه في حته، لسه في جزء. فهي شبه مين كده؟ شبه الديبولاريزيشن. ولما انت بتسمي حاجه على اسم حاجه بتقول ايه؟ ات از نيمد افتر، سميتها افتر ديبولاريزيشن. لكن هل هي ديبولاريزيشن؟ هي شبه. طب ليه سميتها نيجاتيف افتر بوتنشال؟ ها، لان بره في ايه؟ ها، بره في سالب، مش وصلنا لسه لمرحله الريستنج ممبرين بوتنشال. فقلت هي شبه الريستنج ممبرين بوتنشال بس في ايه؟ شويه سالب. وصلنا للسالب 90. هل الصوديوم اتشال هدمناها مفتوحه ولا بتتقفل؟ بوتاسيوم اصلا؟ لا، بدلناها مستمره في الفتح. ده نطلع بوتاسيوم شويه يعمل حاجه اسمها هايبر ايه؟ يعني ايه هايبر بولاريزيشن؟ القطر اللي بره بقى كل موجه كتير ولا لا؟ تمام؟ طيب. صح، انا كاتب الاتومي لسه، كانت ديبولاريزيشن والاكتر بولاريزيشن والرابد الرابد. مش كاتب من اول الفارنج. لا، انا قلت لك من اول الفارنج. عايز يا جماعه في كتاب المدرسه كاتبها من اول الديبولاريزيشن، صح؟ قال لك السبايك كله، بس صح من اول الفارنج ليفل. عادي يا جماعه، ما هو الفارنج ليفل هو بدايه هو الديبولاريزيشن يعني. بس الصح يعني من اول الفارنج ليفل ده اللي احنا بنحسب عليه، لان احنا هناخدها قدام تاني في النقطه اللي هقولها من دلوقتي. ماشي؟ عايز تحسبوها من اول الديبولاريزيشن هنا يعني عادي، بس الجزء ده مش مؤثر. هو الصح من الفارنج ليفل لحد نهايه الرابد ري بولاريزيشن. مكتوبه في الكتاب، هتلاقيها مكتوبه لك في الكتاب. ايه؟ هيقول لك من اول الديبولاريزيشن، ها؟ اهو الديبولاريزيشن اند رابد ري بولاريزيشن بياخد 2 مللي سكند، صح كده؟ انا بس بحسبها من اول الفايرنج ليفل، هتيجي تتكرر تاني وانا اقعد نقول لي ايه ما كانت مكتوبه كده. فمش هتفرق معايا من الفايرنج ليفل او الديبولاريزيشن، الحته دي كلها مش مؤثره اساسا. طيب، فهمنا كده خطوات الاكشن بوتنشال. كام خطوه في الاكشن بوتنشال؟ اسندنج ليم واد اسندنج ليم، اسمه سبايك بوتنشال ولا لا؟ تمام. تعالوا بقى ناخد لسه السيميوس ارتفاكت والليتر ديفيد، ده كلام عبيط، سيبوا بس ده. مكتوب لك الايونيك بيزس اوف اكشن بوتنشال، صح كده؟ ايونيك بيزس يعني ايه؟ تعال ندرس الصوديوم والشنل، سهله خالص يعني. حد شاطر بقى يعرف الصوديوم والشنل اخبارها ايه؟ الصوديوم والشنل بتكلم بالفولتج ولا بالليكج؟ بالفولتج. فولتج جيت صوديوم والشنل، يلا يا شاطرين. ليها كام جيت؟ واحده اوتر واحده انر. اثناء الريست جت سؤال ام سي كيو قبل كده، مين اللي قافله؟ مين اللي فاتحه؟ طيب لما بتدي ستيميوليشن اصابه، مين اللي بتفتح بقى؟ الصوديوم الاول ولا البوتاسيوم؟ ليه الصوديوم؟ سريع. طب تيجي ترسمها تاني بعد الاستيميوليشن. بعد الاستيميوليشن بقى ايه اللي بيحصل؟ مين اللي فتحت وسمحت بدخول الصوديوم؟ الاوتر ولا لا؟ يبقى انت ممكن بعد كده تسمي الاوتر دي اكتيفيشن ولا ان اكتيفيشن؟ يبقى الاوتر جيت تساوي اكتيفيشن جيت. يعني ايه اكتيفيشن يا باشمهندس؟ اكتيفيشن يعني اللي لما بتتفتح الصوديوم بيدخل ولا بيطلع؟ الصوديوم بيدخل. يبقى اكتيفيشن هي اللي بتشغلها. دخل الصوديوم وعملنا مرحله اسمها دي بولاريزيشن وفايرنج ليفل وريفرزال اوف بولاريتي. كنت باصل لحد موجه كام؟ 35.
سميتها اوفر شوت ولا لا؟ طب عند الموجه ب 35 ايه اللي بيحصل؟ ها يلا يا جماعه الصوديوم تشانل تفتح من فين؟ بتعمل ايه؟ تقفل من جوه ولا لا؟ يبقى ممكن تسمي تسمي الانر جيت اكتيفيشن ولا ان اكتيفيشن؟ ان اكتيفيشن. يبقى لو حبيت تدخل صوديوم لو حبيت تدخل صوديوم لو القناه كده اهي القناه كده القناه تبقى فاتحه من فين؟ من تحت وقافله من فوق ولا لا؟ حبيت تدخل صوديوم ايه اللي يحصل؟ يدخل الصوديوم ولا لا؟ حبيت تقفلها من تحت كده تبقى سريعه ولا بطيئه؟ ده انت حتى شويه الصوديوم اللي جوه القناه ممكن تمنع دخولهم ولا لا؟ تاني هي كده اسمها ريست ولا لا؟ صح؟ كده اسمها ريست. انا اسف من بره مقفوله من جوه مفتوحه. تاني اول خطوه بتعمل ايه؟ تفتح من بره يدخل مين؟ الصوديوم. لما تحب تمنع دخول الصوديوم تقفل من جوه. امال بترجع تاني للوضع الطبيعي بتاعها امتى؟ ده اللي هناخده الحصه اللي جايه. شوش دماغك. يبقى الصوديوم اتشال ليها كام بوابه؟ ايه هم؟ انر و اوتر. اثناء الريست مين اللي فاتحه؟ الانر والاوتر قفل. اثناء الاكتيفيشن اوتر بيفتح يدخل الصوديوم. اثناء الان اكتيفيشن ايه اللي بيحصل؟ الانر بتقفل تمنع دخول الصوديوم ولا لا؟ يبقى الاوتر اكتيفيشن والانر ان اكتيفيشن. ارسم بقى ارسمها عشان جت سؤال قبل كده. تاخد زنك في كده هي مرسومه لك في ظهر الصفحه. هيمنع الدخول بس مين الاسرع في المنع ده؟ الاوتر ولا مين الاسرع؟ يعني هي كده كده صح؟ فتحت دخل الصوت ده عمال يدخل ولا لا؟ طب لو عايز امنع الصوديوم بسرعه الصوديوم هيتراكم في القناه بس يلحق يدخل ولا لا؟ مش مهم تصص فيه بس المهم دخل ولا ما دخلش. بس اللي ما نصصش فيه تعالوا بقى نتكلم على مين؟ بس تعالوا نتكلم على البوتاسيوم. بس يا جماعه البوتاسيوم اتشال بره البوتاسيوم مين؟ بس يا جماعه اخبار بقى البوتاسيوم اثناء الريست الصوديوم اثناء الريست البوتاسيوم عامل ايه من جوه؟ مقفوله ولا مفتوحه؟ طيب لما حضرتك بتعمل استيميوليشن للعصب بتفتح البوتاسيوم ولا ما بتفتحش؟ بتفتح بس مالها؟ فيري سلولي. بتفتح ببطء ولا لا؟ تمام تفتح ببطء. امتى يكتمل فتح البوتاسيوم شانل؟ عايزين كام؟ 35 ولا لا؟ يبقى البوتاسيوم تشانل بتفتح مع الصوديوم تشانل بس مين الاسرع؟ الصوديوم بتفتح وبتقفل قبل ما تكون مين فتحت؟ البوتاسيوم. تفتح البوتاسيوم عند موجه كام؟ 35. يدخل مين؟ ها؟ البوتاسيوم. البوتاسيوم يستمر في الدخول. بتقفل عند كام؟ سالب 90 ولا بدلناها مستمره؟ تعمل لها حاجه اسمها هايبر بولاريزيشن. واول ما بوصل ل 91 او 92 بتبدا تقفل ولا لا؟ يبقى هي بدلناها فاتحه بعد ال 90 ولا لا؟ بس هي اسمها هايبر بولاريزيشن. طب لو عايز امنع دخول البوتاسيوم عند سالب 91 او سالب 92 ترجع تقفل ولا لا؟ الحمد لله هي لها بوابه واحده. ايه نار فقط. في ايه بقى الكلام ده؟ يبقى انا عندي الصوديوم تشانل ليها كام بوابه؟ بوابتين. ايه هم؟ ها؟ واحده انر واحده اوت. ديورنج الريست الناس دول معايا. ها؟ ديورنج الريست الاوتر مالها؟ والانر؟ ديورنج الاستيميوليشن مين اللي بتفتح؟ الاوتر. يدخل مين؟ الصوديوم. يستمر دخول الصوديوم. تحصل عمليه اسمها دي بولاريزيشن. بعد كده لما بوصل للموجب 35 لو حبيت اعمل ان اكتيفيشن اقفل من فين؟ من هنا. طيب البوتاسيوم تشانل بتفتح امتى؟ بتفتح مع الصوديوم ولا لا؟ بس رابد ولا سلولي؟ سلولي. وبعد كده ها توصل لحد موجب كام؟ ساعتها تفتح الصوديوم تشانل كلها وتدخل البوتاسيوم ولا لا؟
البوتاسيوم اتشال بتقفل عند سالب 90 ولا سالب 91 وسالب 92؟ تعمل لي حاجه اسمها هايبر بولاريزيشن ولا لا؟ ايه يا جماعه في مشكله كده في القنوات؟ اه بيفتحوا مع بعض في نفس الوقت بس يكون الصوديوم فتح وقفل والبوتاسيوم لسه ما فتحتش زي بالظبط الباب دوت بتاع الاوضه والبوابه الحديد اللي تحت الكبيره بتاعت السنتر كله بوابه الرمضان لو احنا قلنا نفتح الاثنين في نفس الوقت ها انا هفتح واقفل الباب ده قبل ما يكون اللي تحت اتكمل في الفتح ولا لا هما بيبتدوا في نفس الوقت بس مين اللي كومبليتلي بتكون ها الصوديوم بتفتح وبتقفل يكون لسه البوتاسيوم بتقول يا ايه يا هادي في مشكله ها هو بيطلع لبره مش بيطلع يعمل عمليه اسمها ريبولاريزيشن تاني من الاول معايا بس يا بابا نعم ما بتدخل ما تكونش الشانس بتاعته كومبليت في اوبننج اللي عند رقم 35 بصوا يا جماعه بس يا بابا الحته بتاعت الهايبر بولاريزيشن دي يا جماعه بص احنا ماشيين سنه عشان ما حدش يقول لي ايه اصل انا انفصلت ولقيت اللي شال اللحاف انا هسال دلوقتي فعشان ما تنساش سالب 90 اهو البوتاسيوم اتشنل عند السالب 90 مقفوله ولا مفتوحه؟ ها؟ مقفوله ولا مفتوحه؟ مقفوله اول ما بدي ستيمولس ايه اللي بيحصل لها؟ تبدا سلولي اوبننج صح؟ كده بس ده ما يسمحش بدخول ايه؟ كميه من البوتاسيوم مؤثره يعني. طيب تبدا لحد ما اوصل الموجه بكام؟ 35 تكون بدات تفتح ولا لا؟ طيب ابدا عمليه الريبولاريزيشن بوتاسيوم اتشال كومبليتلي اوبند ولا لا؟ يطلع البوتاسيوم اللي بره يعمل لها عمليه الريبولاريزيشن ولا لا؟ طيب اذا انها مفتوحه حد بدات اقرب من كام؟ السالب 90 صح؟ عند السالب 90 تبدا تقفل ولا لا؟ طب هل هي بتعمل كومبليتلي كلوجر عند السالب 90؟ لا دي بدلناها مستمره شويه لحد ما توصل لكام؟ سالب 91 او 92 كومبليتلي كلوزد ولا لا؟ والحته دي سميتها هايبر بولاريزيشن ولا لا؟ بس هي مشكله كده؟ يبقى ادي يا جماعه الايونات قصدي شرحنا اكشن بوتنشال الخطوات بتاعته بعد كده الايونيك بيزس اول خطوه شرحنا فيها مين؟ ها؟ التشالنج برضه الكتاب لكت وعجن انت عارف العنوان اللي جاي يقول لك ايه؟ بص بقى المفاجاه العنوان اللي جاي اللي هو بعد التشالنج ده ها؟ نعم لا ما انت مش واخده بالك هو هيجي تحت هنا اهو ده لسه الايونيك تشينجز تاني هيقول نفس الكلام اللي انا شرحته انا هقول ان لما يجي سؤال في الامتحان هنكتب ايه وهنعمل ايه نكمل بقى حد يقول ترتيب القنوات كده يبقى شاطر مين اول واحده بتفتح الاوتر ولا الانر وبعد كده الانر بتقفل وبعد كده البوتاسيوم تفتح ولا لا اللي هو البوكس اللي مكتوب عندك ترتيب القنوات اوبننج يوم اوتر صوديوم شانل وبعد كده كلوجر اوف انر صوديوم شانل وبعد كده اوبننج اوف بوتاسيوم شانل ولا لا تعالى بقى يا سيدي ايونيك تشينجز يعني ايه ايونيك تشينجز؟ يعني شايف الايونات اللي احنا قلناها شرحنا القنوات صح كده؟ تعالى قول لي بقى الايونات بتتحرك ازاي؟ بعيد نفس الكلام تاني ها ديورنج الديبولاريزيشن هل كل الصوديوم تشانل ها بتفتح كلها مره واحده ولا سلولي اوبننج؟ يعني ايه سلولي اوبننج؟ مش احنا كنا سالب 90 لحد سالب كام؟ 65 جراديول ولا مش جراديول دي؟ لحد ما اوصل فين؟ سالب 65 كل الصوديوم بتشتغل عند الفايرنج ليفل بتشتغل لوحدها مره واحده ولا لا؟ صح؟ طيب هي الصوديوم بتشتغل دي عند سالب 65 ركزوا معايا في الكلمه اللي جايه دي لو وقفت الكهرباء هتلاقيها مستمره ولا هتوقف؟ مستمره يعني كل واحده لو حسن زقيته كده مش هو هيوقع الراجل وراه يوقع اللي وراه يوقع اللي وراه يوقع اللي وراه كده؟ صح ولا غلطان؟
يعني كل واحدة بتفتح اللي بعدها ولا لا؟ لما حاجة بتفتح حاجة او مادة بتزود مادة او هرمون بيزود هرمون او انزيم بيشغل انزيم او تشانل بتفتح تشانل بسميها بوزيتيف فيدباك. ومنصد لك كده مصطلح ليه شوية بوزيتيف فيدباك ناخدها دي كلمة عامة في الطب. لو هرمون اسمه A بيزود هرمون اسمه B وB بيزود C وC بيزود D يبقى دي اسمها ايه بقى؟ بوزيتيف فيدباك. لما تشانل بتفتح تشانل صوديوم بيفتح صوديوم يفتح صوديوم والصوديوم يفتح صوديوم ها تبقى اسمها بوزيتيف فيدباك ولا لا؟ يبقى مكتوب لك في التيبولايزيشن في الايونيك تشينجز رقم 2 مكتوب لك ديورنج تيبولايزيشن شفتوا نفس الكلام بالظبط سلولي اوبننج اوف صوديوم تشانل من سالب كام لسالب كام؟ من سالب 90 لسالب 65 سالب 65 اسمها ايه؟ فايرنج ليفل. الصوديوم بيفتح صوديوم يفتح صوديوم يفتح صوديوم عمال اسمها بوزيتيف فيدباك. نفس الكلام بالحرف بس هنزود كلمه بوزيتيف فيدباك ولا اي شلل هي نفس الكلام. ايه لازمتها فصلها؟ طيب حد يعرف يقول لي اثناء الديبولاريزيشن بيحصل ايه؟ ها بقفل مين؟ الصوديوم. بفتح مين؟ اعجن يا دكتور. انهي صوديوم اللي بتتقفل الانر ولا الاوتر؟ بتعمل اكتيفيشن ولا ايه اكتيفيشن؟ ومين اللي بيفتح؟ البوتاسيوم ولا لا؟ تبدا عمليه الريجولايزيشن ولا لا؟ تمام. طب ليه الريجولايزيشن ثلاث مراحل؟ حد يعرف يقول؟ رابط ليه؟ عشان الكونسنتريشن جريديان تركيز عالي جدا طلع مراحل. طب ليه بقى سلو او نيجاتيف افتر بوتنشال؟ قال له الكونسنتريشن جريديان ولا لا؟ طب ليه في افتر هايبر بولايزيشن؟ عشان البوتاسيوم اتشال مالها بتقفل على طول ولا بتقفل تدريجيا؟ مش ده الكلام اللي انا قلته في الشرح؟ اهو مكتوب لك ايه؟ ها اللي هو هنا during depolarization اكيد after depolarization والhyperpolarization. طيب ادي الاكشن بوتنشال. اقول لك انا بقى لما يجي السؤال السؤال بيجي ازاي؟ بص يا سيدي اول سؤال انت معرض له يقول لك give short account على السبايك بوتنشال. هترجع لصفحه 7 سبايك بوتنشال شايفينه كده؟ اول الاجابه تكتب الديفينيشن اوف اكشن بوتنشال ماشي؟ لو طلب سبايك بوتنشال هنكتب الديفينيشن تمام؟ وبعدين تروح كاتب الخطوات دي كلها اللي هو ستيميوس ارتيفاكت اللي انت بتبريد اللي هولم دلوقتي وبعدين ديبولاريزيشن وريه تنتهي فين يا استاذ؟ عند الايونيك بيزس اوف اكشن بوتنشال. ده سؤال ده نهايه سبايك بوتنشال تمام؟ نعم ايه؟ ولا كتير ولا حاجه اه كلام فارغ يا جماعه. في الكتاب في كلمة غلط عشان اصححها لكم، في الكتاب في كلمة غلط دي صحافة محاضرات فاكرين اصححها لكم. ماشي. لحد الايونيك تشينجز ده كده سؤال لوحده اسمه سبايك بوتنشال او اكشن بوتنشال. وترسم الرسمة يا استاذ. الرسمة مطالب بيها، مرسومة عندك في المذكرة. الرسمة دي الوحيدة اللي في الفسيولوجي اللي بيجيبها لك. هي ورسمة السترينز ديوريشن كده. طيب. السؤال التاني. ممكن يجيب لك ايونيك بيزس اوف اكشن بوتنشال شايف كده؟ ده بيجي سؤال ده لسه انا قبل الفات بتشرح التشانلز وبعد التشانلز بتشرحها كل الايونيك تشينج وبرضه تدش له الرسمه تدش الرسمه معاها رسمه الكيرف ده مهم. طيب تعالى بقى نقفل الموضوع هم كلمتين اهو كلمتين اهو والله اشرح الستيميوس ارتيفاكت واشرح اللي انت بتجيبه عشان تفهم وفي حته في الصوديوم بوتاسيوم بامب المره اللي فاتت زي بينها ها؟ حاضر يا فندم. بس صح يا سامر بس مش عايز اتكلم روح السينما تابعك على الفيسبوك امبارح وانا قاعد في الفندق هو يجي لك ايونيك بيز اكشن بتقدرش تشرح كل الايونيك بيز لحد ما توصل للبروفيرس اللي مكتوب حسن سؤال في حد بتمشي الاكشن وتمشي يعني لسه فاضل مذاكره انا عملت اللي عليا فاضل اللي عليا ما فهمتوش بقى بعديها على بقى دكتور مهندس فاهم خد الترابيزه يا معلم ما في حس ما حس الترابيزه يجيب الترابيزه يطلع الصغيره تحت على بقى ايه بقعد معاك نص ساعه ولا ساعه كده اشوف اللبس فين ساعات الاسلاك بتضرب وتبقى انت في دماغك حاجه واحده بتتكلم في حاجه ثانيه اي حد ما
روح النهارده ذاكروا عشان نخلص منه. يا جماعه قبل ما انسى، ما تحسش ان الاربع والخميس كله ايه؟ ورا سيمبا سالي اوتونومي. خلاص بقى حصه الاربع والخميس دايما اخر اسبوع تبقى اوتونومي. خدنا النيرف كده، النيرف هو فورس والاكشن بوتنشال والحاجات اللي فيه. ماشي؟ لا مش هتخبط ولا حاجه، احنا الكليه ماشيه 15 فرع. انا لسه ما خلصتش والله. صلى على النبي. بصوا يا جماعه، حصه الاربعاء والخميس تبقى عباره ايه؟ الاخوه الافاضل اللي حضروا معانا السمباثيتك بقى بعد اذنكم راجعوه، لان انا هسال فيه في الحصه وهيبقى فيه احراج. ليه بقى؟ لما اقول السمباثيتك بيعمل على اي؟ فالدكتور سامي كنت عليا بيقول يعمل الكنيزس ووادي الجوبرا فيشر والسلموس والحاجات العلميه دي. ها؟ عشان البارا العكس. هو عديك مش بذاك؟ طب شكلك وحش وهتتهزق تهزيق لما تقول يا تعالى بقى نكمل قصه الاستيمولس ارتفاكت وليتنت بيجن، صح كده؟ بص يا سيدي، صلي بينا على النبي الاول. ايه حكايه الاستيمولس ارتفاكت دي وليتنت بيجن؟ اسمع معايا كده لو سمحت. بص يا باشا، انا بجيب عصب عندي في المعدة. عصب فين؟ في المعدة. في جهاز اسمه سي ار او، اسمه ايه؟ انت عارف لو ترجمته لك هتكرهه دلوقتي، اسمه كاثود راي اوسيلوسكوب. بلاش، خليها بس سي ار او. السي ار او ده عباره عن ايه الجهاز ده؟ الجهاز ده عباره عن شاشه كده، شاشه كمبيوتر تمام كده. الشاشه دي طالع منها سلكين، سلك انت بتحطه على العصب من بره هنا كده، ده اسمه ستيمولاتنج الكترود. يعني ستيمولاتنج، ها؟ ده اللي بيشغل بره في موجب وجوه في سالب، وسلك تاني بالازرق كده جوه العصب نفسه بقى، اسمه ريكوردنج. يعني ايه ريكورد؟ يبقى ده بينتج كهرباء وده بيعمل ريكورد. ده عصب تخين بقى رفيع اللي انت عايزه. طب انا ازاي بعمل اكشن بوتنشال الاول؟ ها؟ بجيب ايه يا جماعه؟ بجيب جهاز اسمه ايه؟ سي ار او. دي شاشه كمبيوتر طالع منها اسلاك كده. سلك بحطه على العصب اسمه ستيمولاتنج الكترود. وسلك ده اسمه ايه؟ ريكورد. يعني ايه ريكورد؟ بيسجل اللي بيحصل. ونروح راسم لك الرسمه اياها دي. احنا واقفين عند السلك كام الاول؟ 90. بس لقينا حاجه غريبه جدا. اول ما وصلنا الجهاز واحنا مشغلينه لقينا حصل كده هزه. سميتها ستيمولس ارتيفاكت. يعني ايه ارتيفاكت؟ مش اسم عام بقى دي؟ عارفين انت التلفزيون في البيت؟ يعني الكمبيوتر لما تيجي حضرتك تدوس على زرار الباور بتاعه، ها؟ بيحمل في لمبه بتنور فيه كده ولا لا؟ معناها ان الكهرباء وصلت الكمبيوتر ولا الكهرباء لسه مش وصلت؟ يبقى الستيمولس ارتيفاكت على الجهاز ده معناها ايه؟ ان الكهرباء وصلت من ستيمولاتنج الى ريكوردنج ولا لا؟ هل العصب لسه اشتغل ولا رسمنا اكشن بوتنشال؟ يبقى الستيمولس ارتفاكت يدل على وصول الكهرباء للعصب ولا لا؟ اللي هي في معناها زي جهاز الكمبيوتر، اول ما تحط الفيشه في الكهرباء مش الجهاز بينور ولا لا؟ في لازم يبين لي حاجه ان الكهرباء وصلت. ايه عرفت الكهرباء وصلت؟ ايه الماكو حتى لما تحطها في لمبه بتنور؟ اي جهاز كهرباء ولكن العصب الكهرباء بتجري من الاستيمولاتنج الى الريكوردنج. طيب هل يا جماعه بقى انا برسم الاكشن بوتنشال على طول ولا في فتره زمنيه كده ضاعت؟ في فتره ولا لا؟ مش احنا برضه عندنا في الكمبيوتر اول ما بشغل ويدوس على زرار الباور او التلفزيون او حتى التكييف بياخد فتره على ما بيشتغل ولا لا؟ الفتره دي بسميها ايه؟ ليتنت فيديو. يعني ايه ليتنت؟ ليتن يعني الفترة الخفية. يعني خفية؟ ما كناش نعرف ايه اللي بيحصل. يعني بنقول ايه؟ احنا بنوصل الكهرباء وبنشغل الجهاز المكنة بتاعتنا ونقعد جنب الجهاز. لقينا في فترة كده زمنية على ما بيرسم الديبولاريزيشن ولا لا؟ الفترة دي اسمها ايه؟ ليتن تبين. زمن ده ولا ايه؟ زمن ولا مش زمن؟ زمن. زمن. ملي سكند ولا ملي جول؟ اسأل سؤال. ده الزمن ده فين؟ ها؟ اظن الزمن ده ضاع ما بين وصول الكهرباء من الاستيمولاتنج الى الريكوردنج ولا لا؟ صح ولا غلطان؟ يبقى الزمن ده ضاع فين؟ ما بين مين ومين؟ استيمولاتنج و ريكوردنج.
اسال سؤال تاني. سرعه التوصيل تساوي سرعه التوصيل اي سرعه في الدنيا تساوي المسافه على ايه؟ على الزمن. مسافه ايه وزمن ايه؟ بص مش انت حضرتك حاطط استيمولاتنج الالكترود هنا بره صح ولا غلطان؟ وحاطط هنا ريكوردنج ولا لا؟ ده جوه العصر. ها اقيس المسافه ما بينهم بالمسطره طلعت وليكن 5 مللي. كم مللي؟ 5 مللي. يبقى المسافه عندي مثلا 5 مللي. الليتنت بيريود دي تمثل الزمن بتاع ايه؟ سرعه توصيل ايه؟ الكهرباء من استيمولاتنج الى ريكوردنج ولا لا؟ يبقى الليتنت بيريود المسافه دي الزمن ده انا اسف طلع 10 مللي ثانيه وحطه تحت مثلا. يبقى كده طلعت سرعه توصيل العصب ولا لا؟ يعني عرفت العصب بتاعي سرعه التوصيل بتاعته قد ايه في الثانيه؟ يعني هو سريع ولا بطيء؟ يعني مثلا كل عندك في البيت مين اسرع جهاز بيشتغل؟ ها؟ اللمبه ولا لا؟ لمبه النور. تدوس على المفتاح تشتغل على طول. مين ابطا جهاز؟ الكمبيوتر. مش بياخد فتره على ما بيحمل؟ عرفتها ازاي؟ اول ما بتشغل الكهرباء معاك زمن ولا لا؟ النور بيفتح على طول اما جهاز الكمبيوتر بياخد فتره زمنيه. يبقى انت ممكن تحسب الزمن المطلوب عشان العصب يشتغل. وانت شاطر بقى ما تقيس المسافه بين الاستيميوليتنج والريكوردنج. دي داخل العصب ولا بره العصب المسافه دي؟ داخل صح كده؟ واقسم المسافه على الزمن. في عصب هتلاقيه سرعه توصيله عالي يعني الليتنت بيريود بتاعته قليله ولا كبيره؟ قليله. وعصب هتلاقيه بطيء يبقى الليتنت بيريود بتاعته عاليه صح ولا لا؟ يبقى بتسال سؤال في الشفره. قول لي يا ابني ازاي احسب سرعه التوصيل بتاعت اي عصب؟ هتقول له هعمل له ايه؟ هجيب جهاز اسمه ايه؟ سي ار او. مش عارف اسمه ايه ده هناخده بعد كده. السي ار او ده هحط كام الكترود؟ واحد استيموليتنج واحد ريكورد. بشغل الكهرباء. اول ما اشغل الكهرباء بيحصل هزه كده ولا لا؟ معناها الهزه دي بتقول ايه؟ كهرباء. على ما اوصل الديبولاريزيشن باخد فتره زمنيه اسمها ايه؟ كلما كانت سرعه العصب كلما كان العصب سريع كلما كانت الليتر بيريود اقل. اكتب بقى العلاقه ما بين سرعه العصب والليتر بيريود علاقه عكسيه. علاقه استنى عليك عشان ما تقولش ده بكره فكرت بكره فكرت لما تحبوه كده وتصاحبه معاه ورايح فين معايا عشان بوتنشال وجاي من فين مع عشان بوتنشال بكره في مصر ليه؟ اه والنبي يا سلام عشان يبقى في مصر اخر حاجه في حصه بتاعتنا النهارده بصوا اي حاجه مرتبطه بموضوعنا هم خمس حاجات مش خمس صفحات يعني شفتوا انتوا اخر حاجه وقفنا لها وروبرتز اوف اكشن بوتنشال شفتوها كده؟ صفحه 1909 في المذكره يعني ايه روبرتز اوف اكشن بوتنشال؟ خصائص الاكشن بوتنشال اكتب عليها ام سي كيو شفوي ونظري وعملي وكل اللي تتخيله كده ولا الصغير ده معلش معلش كله زي شكل التدريس اول حاجه الاكشن بوتنشال عشان يحصل ردوا عليا محتاج ثريشولد ولا سب ثريشولد؟ ثاني اكشن بوتنشال عشان يحصل محتاج ثريشولد ولا سب ثريشولد؟ الاكشن بوتنشال عشان يحصل محتاج ثريشولد ولا سب ثريشولد؟ يبقى اول خاصيه ان هو نيد بس ثريشولد. ثاني خاصيه ثاني خاصيه عارفين يعني ايه ثريشولد ولا الناس مش عارفاه؟ ثريشولد يعني هي اقل كميه من الاستيمولس مطلوبه عشان العصب يزدي استجابه. يعني في حد سالها لي المره اللي فاتت. مين ما كانش عارف يعني ايه ثريشولد؟ انت ما حضرتش معانا كده في الحلاوه؟ الاستاذ بكره بيسمع. ثريشولد دي اكتب بالعربي يعني اقل كميه من الكهرباء عشان العصب يزدي تبتدي حاجه. يبقى ثريشولد يعني اقل كميه من الكهرباء مطلوبه عشان العصب يستجيب. توصلني من كام لكام لو انت شاطر؟ من سالب كام؟ 90 لحد سالب 5؟ 60
في اسمها فايرنج ليفل الفتره دي ولا لا؟ طيب دي الخاصيه رقم واحد. الخاصيه رقم اثنين مكتوب لك اوبي هي دي الشغله اول فور نان لو ولا كانك سمعتها احفظها دلوقتي مؤقتا. قول اور نان لو يعني قانون الكل او لا شيء. سيبها دي المره اللي جايه احفظها بس. طيب النقطه الثالثه هاز كونستانت ديوريشن. يعني ايه كونستانت ديوريشن؟ المسافه الوقت بتاعه قد ايه؟ عد معايا ها اتفقنا من اول الديبولاريزيشن او الفايرنج ليفل لحد نهايه الرابيد ديبولاريزيشن كام سكند؟ 2 والسلو والهايبر 40 ولا لا؟ 42. الخاصيه الرابعه تافهه جدا هو الاكشن بوتنشال ده تفاعلات كيميائيه تفاعل شفتوا تفاعل كيميائي ولا دي تغير في حركه الايونات؟ الايونات اللي هم كانوا مين ومين الاساسيين؟ صوديوم وبوتاسيوم. فمكتوب لك كوزد باي ايون تشينج صح؟ يعني ايه ايون تشينج؟ تغيرات ايه؟ تمام؟ ايونيك تشينج. النقطة الأخرانية لو جبت العصب في المعمل أهو في المعمل ركز معايا وعملت ستيميوليشن في الحتة دي في نص هيحصل هنا أكشن بوتنشال ولا لأ؟ في النص. الأكشن بوتنشال دوت زي ما احنا اتفقنا هيتنقل من مكان لمكان ولا لأ؟ طيب في اتجاه واحد ولا في اتجاهين؟ الاتجاهين. يبقى الاكشن بوتنشال في العصب في المعمل لو عملته في نص العصب بيتجه في اتجاهين ولا يحب اليمين اكتر او الشمال اكتر؟ لا يبقى بروباجيت. يعني ايه بروباجيت؟ ينتقل ان بوث دايركشن في الاتجاهين. امال يا دكتور في جسم الانسان؟ لا والله حضرتك من المخ مين؟ العضلات صح كده؟ اكشن بوتنشال او من الجلد سكن لمين؟ المخ ولا لا؟ اكشن يبقى هو له اتجاه واحد داخل جسمك. ليه اتجاه واحد في جسمك؟ جسمك مصمم بالطريقه دي ان اكشن بوتنشال يا اما يطلع من المخ يروح للعضلات يا اما يجيب احساس من الجلد يبعته مين؟ يبعته للجلد. يبقى ان بوست دايركشن ده هو ان بوست دايركشن فين؟ في الجسم ولا بره الجسم؟ بره الجسم. مال في الجسم الانسان يونت وان دايركشن. يبقى اول حاجه هيت سيريشن وبي اول فورمال كونستانت ديوريشن كوست باي يونت تشينجز ها بروباجيت يعني ايه؟ ننتقل الناحيتين تمام. عشان نترجم ونقفل الحصه فاكرين في الصوديوم بوتاسيوم بامب الثلاث سطور اللي احنا كنا سايبينهم ها ها كنا سايبين كده كام سطر فيهم كده بس يا بابا فاكرين بقى افتحوا بتاع صوت المدرسة بابا عشان احنا مش هنترجم النهارده عشان تلحقوا. بتاع صوت المدرسة بابا. يا جماعه لخمسه بس يعني. بتاع صوت المدرسة بابا افتحوها بس. اللي هي كانت تحت صوت المدرسة بابا صفحه 6 قدام المدرسه كان في باراجراف كده كنا قلنا سام صوديوم انتر ديورنج ليست صح كده؟ سام صوديوم انتر ديورنج ليست اند لارج انتر ديورنج ايه؟ الدي الحمد لله عرفنا يعني ايه ديبولاريزيشن. وبوتاسيوم اوت فلاكس اوكيرنج ديورنج ايه؟ الرين بولاريزيشن. بس بقى هي السطر اللي تحتاني دوت. هو انا لما باجي بره فرضا بره موجب وجوه ثاني. انا بجيب الصوديوم من فين؟ بجيبه من فين؟ صوديوم. بلم 3 صوديوم. وبلم كام بوتاسيوم؟ من بره ولا لا؟ وبعدين يجي مين؟ اي تي بي. المضخه دي لما تشتغل بتعمل ايه؟ استنى بقى تتلف تضرب دي مين اللي بره؟ الصوديوم. الصوديوم كده بيتنقل من فين لفين؟ يبقى الصوديوم فروم
انسايد تو اوتسايد، صح ولا غلطان؟ طيب السؤال الاولاني، هو تركيز الصوديوم جوه الخليه اقل ولا اكتر؟ مش الصوديوم جوه الخليه قليل وبره الخليه؟ يبقى انا هنقله من التركيز الواطي للتركيز العالي ولا لا؟ يبقى الصوديوم من الواطي التركيز الواطي الى العالي. يبقى ضد التدرج في التركيز ولا مع التدرج في التركيز؟ from lower concentration to higher. يبقى البامب دي بتضخ الصوديوم against the concentration gradient ولا لا؟ يعني ايه against the concentration gradient؟ يعني concentration gradient فرق التركيز، فرق في التركيز متعود ان انت من العالي للواطي، انا بطرده من فين لفين؟ من اللور الى الهاير. ده في مفاجاه كمان، هو جوه الخليه فيه وبره الخليه فيه. الصوديوم كان واقف مع السالب وحبايب ولا لا؟ موجب مع سالب. يحبوا بعض كده ولا لا؟ صح ولا غلطان؟ هو تركيز هنا عالي وهنا واطي. طيب يبقى انا هشد الصوديوم وانزعه من السالب ولا لا؟ يبقى ويز ولا اجينست الالكتريكال جريديانت. يعني ايه الالكتريكال جريديانت؟ التركيز في الشحن، التدرج في الشحنات ولا لا؟ دايما الموجب بيحب السالب، يبقى الصوديوم بنقله من جوه الخليه بمزاجه ولا غصب عنه؟ ليه غصب عنه؟ من التركيز الواطي للتركيز العالي، يبقى اجينست الكونسنتريشن جريديانت. هو موجب وجوه الخليه سالب، يبقى اجينست الالكتريكال جريديانت. طب تعالى البوتاسيوم، هو ممكن يجي بجيبه من فين لفين؟ ها؟ البوتاسيوم من فين لفين؟ من بره ها؟ لايه؟ يوم. هو بره تركيزه ايه؟ بره. وجوه الخليه؟ عالي. يبقى انا بجيبه من التركيز الواطي للعالي ولا لا؟ اجينست ولا ويزن كونسنتريشن جريدينت؟ اجينست. طب هل مع ولا ضد الالكتريكال جريدينت؟ هو البوتاسيوم عليه شرايين؟ موجبه. وجوه الخليه فيه شرايين؟ سالب. يبقى البامب مين اللي بتتعب اكتر، بتاعت الصوديوم ولا بتاعت البوتاسيوم؟ ايه الصوديوم؟ ان هي بتاخد الصوديوم من جوه لبره بالتركيز الجيني ايه؟ الواطي للعالي، وهو جوه سالب وهو موجب برغم انه يطلع لبره ولا لا؟ امال البوتاسيوم؟ ها؟ بجيبه من التركيز الواطي للتركيز العالي بس، صح كده؟ تمام. اشوف الحصه اللي جايه ايه؟